أيام قليلة بتفصلنا عن بداية فصل الشتاء رسميا. المشكلة إن في إشاعة قوية جدا منتشرة على السوشيال ميديا بقالها شوية بتقول إن الشتاء ده هيكون الأكثر برودة، وإن درجات الحرارة هتبقى منخفضة جدا، وفي كمان احتمالية لنزول التلج. والسبب في انتشار الإشاعة دي كان الفيديوز اللي عملها بعض الأجانب واللي بيقولوا على نفسهم خبراء في الإرصاد، وكان من بينهم كمان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس. ولأن الموضوع مهم جدا وعامل حالة من القلق للناس على السوشيال ميديا، هيكون دلوقتي معانا مداخلة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الإرصاد الجوية. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي أستاذة ريهام، وأهلا بكل السادة المشاهدين. إحنا كنا عايزين نعرف من حضرتك أول حاجة، الشتاء هيبدأ إمتى رسميا؟ طيب، البداية الرسمية لفصل الشتاء إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية 22 ديسمبر. إحنا لسه في فصل الخريف. احنا عارفين فصل الخريف فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير الكبير في خرائط الطقس وكمان فرق درجات الحراره بين النهار والليل، لكن فصل الشتاء هيبدا يوم الجمعه اللي جايه وهيستمر معانا قرابه الثلاث اشهر، يعني مستمر معانا تقريبا حوالي ثلاث شهور. وذروه فصل الشتاء في جمهوريه مصر العربيه، يعني الاشهر اللي بيحصل فيها انخفاض في قيم درجات الحراره بيبقى شهر واحد وشهر اثنين. طبعا يعني احنا دايما يعني البروده الشديده والموجات الصقيع وانخفاض قيم درجات الحراره اللي بتحصل في فصل الشتاء بتكون اكتر في شهر واحد وشهر اثنين. مظبوط. طيب، هل فعلا الشتاء اللي جاي هيبقى الاكثر بروده في اخر 50 سنه؟ لا، الكلام ده غير صحيح تماما وغير علمي كمان. احنا طبعا بيبقى في تنبؤات فصليه قبل بدايه كل فصل بنقول من خلالها فصل الشتاء هيكون عامل ازاي، لكن دقه التنبؤات الفصليه دي لا تتجاوز ال 10 او ال 15%، يعني اكيد بيحصل فيها تغيير لان دايما التنبؤات بعيده المدى دقتها قليله جدا. يمكن احنا خلال هذا العام يعني بنتاثر بظاهره جويه اسمها ظاهره النينيو، وظاهره النينيو دي بتزود معدل التغيرات المناخيه، عنف ظواهر جويه، لكن مش بمعنى ان احنا ما نشوف اقصى شتاء او ابرد شتاء على مدار الاعوام السابقه. احنا كل بدايه فصل الشتاء بنسمع نفس الاشاعه دي، يا جماعه هو الشتاء اللي جاي ده هيبقى ابرد شتاء، دي اشاعه بتطلع كل سنه، بنقعد نسال هو ده ابرد شتاء ولا لا، والكلام ده بيكون غير صحيح تماما وغير علمي. شتاء هذا العام ان شاء الله يمكن هيكون قريب الشبه في درجات الحراره لشتاء العام الماضي، ممكن في بعض حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، نشوف عنف ظواهر جويه، نشوف تطرف وتغير مناخي بشكل كبير، زياده في معدل التغير المناخي بسبب ظاهره النينيو اللي بتاثر علينا خلال هذا العام، بدات معانا في شهر 5 أو 6 اللي فات ومكمله معانا كمان لحد الصيف اللي جاي. طب يا دكتور، ايه اسباب ظهور الاشعه دي؟ يعني مثلا هل درجات الحراره هتقل شويه وحضرتك بتقولي ان هو شبه الشتاء اللي قبليه، طب ايه السبب؟ طيب، لان احنا كل سنه قبل كل شتاء بنبدا زي ما قلت لك الناس على السوشيال ميديا او الناس في الشارع بتقول في تغيرات مناخيه بشكل كبير، وطبعا هم بيسمعوا مصطلح التغيرات المناخيه فبيقولوا ان احنا هنشوف شتاء ما شفناهوش قبل كده. فهي بتبقى اشاعات بتتداول كده على صفحات التواصل الاجتماعي في وسائل او السوشيال ميديا المختلفه، بيبدا يقولوا ده ابرد شتاء، وخاصه ان احنا في الصيف الماضي كان بالفعل سجلنا درجات حراره لم نسجلها في الاعوام السابقه بشكل كبير، يعني درجات حراره مرتفعه، بس ده اللي كان متوسط درجات الحراره العالميه مش في جمهوريه مصر العربيه، يعني احنا في متوسط درجات الحراره العالميه لسطح الكره الارضيه ككل احنا سجلنا معدلات تاريخيه وقياسيه في قيم درجات الحراره لمتوسط درجات الحراره العالمي، فالناس ممكن بيحصل عندها لبس، بيحصل عندها طلاب، طالما الصيف جه شديد الحراره وسجلنا فيه درجات حراره مرتفعه فمعنى كده ان الشتاء هيجي ابرد شتاء او ممكن نسجل فيه قيم درجات حراره لم نسجلها بعد، والكلام ده غير غلط تماما لان احنا مش بنربط الفصول ببعضها، كل فصل بيبقى منفصل عن الفصل الاخر، مش معنى ان الصيف جه اشد حراره فالشتاء هيجي اشد بروده. بالظبط، ما بنربطهمش ببعض، فالكلام ده غير علمي تماما، خاصه زي ما قلت لحضرتك في الاول احنا خلال هذا العام ظاهره النينيو ده نمط مناخي بيأثر علينا في الاعوام المختلفه حدوثه بيتكرر تقريبا كل. طب ممكن حضرتك تشرحي لنا الظاهره دي سريعا كده، لان احنا بنحس ان في تقلبات جويه حاليه مختلفه عن السنين اللي فاتت. ظاهره النينيو ده نمط مناخي بيحصل كل يا اما سنتين يا اما كل 7 سنين، يعني احنا بنتاثر بيه في السنوات المختلفه كل 7 سنين او كل سنتين على حسب معدل تكراره. بيحصل معاه ايه؟ بيحصل ارتفاع في متوسط درجات الحراره لسطح المحيط الهادئ، وخاصه في منتصف المحيط وشرق المحيط. لما بيحصل ارتفاع في درجات الحراره مع ظاهره نينيو نتيجه تغير في اتجاهات الرياح
بيبدأ متوسط درجات الحرارة العالمية يتغير، فبالتالي بيحصل تغير في التوزيعات الضغطية، يحصل زيادة في معدل البحر، فبنلاقي بعض التغيرات المناخية اللي ممكن تحصل أثناء تأثرنا بظاهرة النيل. اوكي، طب هل ده ليه علاقه يا دكتور بان احنا داخلين اهو على اخر ديسمبر ولسه الجو يعني مش مسقع قوي؟ لا، هو ملهوش علاقه بالشكل الكبير، يمكن ممكن هي لان مصر، وخلينا نقول ان ظاهره النينيو تاثيرها الاكبر بيبقى على الدول القريبه من المحيطات. أوكي. حتى احنا لو تاثرنا بيها بنتاثر بيها بتاثير اقل طبعا من الدول القريبه من المحيطات، يمكن هي بالفعل عامله ارتفاع في متوسط درجات الحراره العالمي فاحنا حاسين بالدفء، لكن برضه اللي بنقوله دايما في شهر 12 ان مش بالضروري شهر 12 يجي كله فيه انخفاض في قيم درجات الحراره. مظبوط. طبيعي ان احنا نشوف درجات حراره حول او اقل من المعدل او كمان اعلى من المعدل، ومش بالضروري برضه ان شهر 12 السنه دي يبقى زي شهر 12 السنه اللي فاتت، لا، احنا ممكن في بعض السنوات اللي قبل كده كان فيها درجات حراره اعلى من المعدلات، بيبقى على حسب التوزيعات الضغطيه. احنا خلال الايام الماضيه بالفعل كان درجات الحراره اعلى من المعدل بحوالي من درجتين لثلاث درجات، وده طبعا كان بفعل التوزيعات الضغطيه، مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، زياده فترات خطوع اشعه الشمس، لكن خلاص بدانا درجات الحراره تنخفض. يمكن متوقع اليوم عظمى على القاهره الكبرى 22 درجه مئويه خلال الايام اللي جايه مع يوم الخميس والجمعه 20 درجه مئويه، ده يعتبر المعدل الطبيعي، يعني احنا معدل شهر 12 ما بين 22 و21 درجه مئويه خاصه في نهايه شهر 12، فلو حصل ان درجات حراره كانت اعلى من المعدل ده طبيعي، يعني طبيعي ان في بعض الايام تبقى اعلى من المعدل او اقل من المعدل او حول المعدل المناخي كل سنه. طيب دكتور، الامطار هيكون فرص نزولها قليل ولا كتير في الشتاء ده؟ هو طبعا بسبب ظاهره النينيو متوقع ان خلال هذا العام في بعض حالات عدم الاستقرار، يعني مش كل حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه اللي بيكون معاها امطار تكون كميات الامطار اعلى من المعدل في بعض الاماكن، وعلى العكس اماكن اخرى ممكن نلاقي فيها كانت متعوده على امطار امطار اقل من المعدل بشكل كبير، لان ظاهره النينيو بتسبب تغيرات مناخيه، تغيرات مناخيه يعني تغير في المناخ اللي انا معتاد عليه بشكل كبير في فصل الشتاء او حتى كمان في فصل الربيع او الخريف، فممكن تخلي في بعض الاماكن نلاقي فيها كميات امطار اعلى من اللي انا معتاد عليه، خاصة في الحالة الواحدة، يعني احنا ممكن يبقى عندنا حالة او اتنين من حالات عدم الاستقرار كمية الامطار فيها كتيرة جدا، يمكن ده حصل معانا في فصل الخريف، ان احنا حالات عدم الاستقرار ما كانتش كتيرة، لكن الحالة لما بتحصل بيبقى فيها كميات امطار كتيرة جدا، ده بفعل التغيرات المناخية وظاهرة يعني الاحتباس الحراري وكمان ظاهرة النينيو طبعا اللي بتأثر علينا خلال هذا العام. طيب يا دكتور، هل الاضطراب المناخي هيكون ليه أثر على درجات الحرارة في 2024؟ هو طبعا اكيد طالما في تغيرات مناخيه وتغير مناخي اكيد هيحصل يعني تاثير على درجات الحراره، حتى لو ما كانش تاثير في قيم ارتفاع وانخفاض قيم درجات الحراره ممكن يبقى تاثير على موجات التبريد او موجات التسخين، يعني احنا شفنا في فصل الصيف ان موجه التسخين كانت موجه طويله، احنا لم نعتاد على ان الموجه تستمر اكثر من اسبوعين في ارتفاع درجات الحراره، اللي كنا بنبقى معتادين عليه ان احنا نشوف موجات ثلاث اربع ايام بالكثير ارتفاعات ثم تعود درجات الحراره للمعدلات. يمكن ده نشوفه في فصل الشتاء ان احنا نلاقي الموجه طولت او الموجه مدتها اختلفت، وده بيخلينا نحس اكثر ب يعني الحاله الجويه، يعني احنا لما كان في شهر 7 اللي فات ارتفاع قيم درجات الحراره واستمرت لاكثر من ثلاث اسابيع، ده خلانا نحس ان درجات الحراره دي ما شفناهاش قبل كده، رغم ان قيم درجات الحراره احنا كنا بنسجلها في السنين المختلفه، لكن طول الموجه يخلينا نحس بتاثيرها اكثر. اوكي، طيب انا برضو محتاجه اعرف من حضرتك رد على احتمال نزول التلج على عدد من محافظات مصر، هل ده حقيقي ولا لا؟ طبعا ده حقيقي، احنا اصلا معتادين على تساقط الثلوج في جمهوريه مصر العربيه في محافظات اللي بتبقى موجوده في او المرتفعات اللي موجوده في وسط سيناء وسانت كاترين، ده موسم تساقط الثلوج، ففي تساقط ثلوج بيحصل معانا في فصل الشتاء، ده طبيعي جدا بيحصل كل سنه ومتوقع ان هو يحصل السنه دي بسبب طبعا انخفاض قيم درجات الحراره. كمان في ظاهره ثانيه اسمها تساقط حبات البرد، اللي هي الكرات الثلجيه اللي بتنزل احيانا في بعض المحافظات مع الامطار، ده وارد جدا ان هو يحصل في حالات عدم الاستقرار خاصه لما يبقى عندنا منخفضات جويه في طبقات الجو العليا او على سطح الارض، ممكن يحصل تساقط لحبات البرد، هي مش زي السلوك، هي تساقط كرات ثلجيه بتسيح بشكل سريع جدا اثناء تساقط الامطار، غير مختلفه تماما عن السلوك اللي بتتساقط في مرتفعات سانت كاترين، ده طبيعي ممكن يحصل وخاصه بيحصل في المحافظات الساحليه.
الساحليه اللي هو البرد بيحصل في المحافظات الساحليه ممكن يحصل معانا طبعا في فصل الشتاء طبيعي بنشوفه كل سنه، والثلوج اللي بتبقى موجوده في مرتفعات سانت كاترين. طيب اخيرا عايز اعرف من حضرتك الشتاء اللي جاي على مصر متوقع ان هو يكون متوسط ايه درجه الحراره فيه؟ احنا طبعا زي ما قلنا قريب الشبه لمتوسطة درجات الحرارة خلال العام الماضي. بالنسبة لدرجات الحرارة اكيد هنشوف موجات صقيعة بتحصل على محافظات الصعيد، لان احنا متعودين ان في بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد تحديدا درجات الحرارة فيها بتنخفض لاقل من 5 درجات، فده معناه ان في صقيع بيتكون على المزروعات في وسط سيناء او كمان في محافظات شمال الصعيد، فده متوقع ان يحصل انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة في محافظات شمال الصعيد، ممكن ساعتها نشوف موجات صقيع بشكل كبير، ممكن كمان الصقيع ده بيأثر على المزروعات بشكل كبير. طبعا درجات الحرارة المنخفضة بشكل كبير في مرتفعات سانت كاترين أو وسط سيناء ككل اللي فيها درجات الحرارة بتنخفض ل5 و6 تحت الصفر، وده طبيعي جدا يحصل كمان في فصل الشتاء خلال الشتاء هذا العام. لكن في مقبل درجات حرارة هتعتبر زي المعدلات المناخية اللي احنا بنشوفها كل سنة، الشهرين الاثنين اللي بيحصل فيهم انخفاض في قيم درجات الحرارة بشكل كبير، واحد يبقى طبعا بتبقى شهر 1 وشهر 2. اوكي دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بشكر حضرتك جدا على المداخلة.